أعزائي المتابعين، أنا وأنا بقلب في الفيسبوك كالعادة يعني لقيت ده قدام، أنا ما فهمتش إيه اللي بيحصل. كان تقريبا شايلين نعش، وأنا أتمنى إن هو يبقى فاضي، يعني إن ده ما يكونش واحد ميت وهم بيرقصوا كده وشايلينه. يعني أنا اعتقادي في أهلنا في الصعيد إن هم ما يعملوش كده، إن في شباب ورجالة ياخدوا حد ميت أو حتى النعش وهو فاضي ويعملوا بيه كده، إن هم يعني يرقصوا بالطريقة دي. يعني أنا شفت تعليق غريب على الفيديو ده بيقولك ده واحد مات قبل العيد وقبل رمضان وفلوس رمضان والزحمة اللي احنا فيها دي. حتى ولو يعني ما ظنش ان احنا في الهزار والضحك وصلنا للمرحلة دي، وصلنا ان احنا يعني حتى الموت بقينا بنستهزأ بيه. يعني دي حاجة أنا ما ظنش يعني ان أهلنا في الصعيد يعني ممكن يعملوا كده خالص. يعني دي حاجة غريبة علينا، يعني احنا خلاص بقينا زينا زي الشحرورة صباح. طب صباح وصيته من هي لما تموت يزفوها لان هي فنانة زي ما بيقولوا، ده حقها، هي حرة، واحدة اتولدت في لبنان وعاشت في لبنان، هي ظروف عاشتها كده. لكن ان احنا نشوف المشهد ده عندنا في مصر في الصعيد في المكان اللي فيه العادات والتقاليد لسه موجودة، الناس اللي محافظة على عاداتها، بنقول الصعيد لسه محافظ على وجوده وعلى كيانه وعلى عاداته وعلى تقاليده، والناس الكبيرة والناس اللي احترمها. انا اسمع مقولة هو مش وقتها، بس كنت اعرف ان في عائلات في الصعيد لو حد معدي وهو راكب، لو مؤاخذة في الكلمة، راكب حمار بينزل احتراما للناس اللي واقفة. فمعقولة يجي بينا اليوم ونشوف ان في زفة بالزمر كده، يعني في جنازة واحنا بنزمر وبنغني وبنرقص للي مات؟ اكيد مش فرحانين للي مات، اكيد يعني رحمة الله عليه طبعا، ربنا يرحمه ويتولاه، بس مش ممكن. ده اكيد في يعني ده ممكن يكون مشهد تمثيلي مثلا في مسلسل او في فيلم. انا برضو مش مستوعب، لسه مش مدرك اللي بيحصل. يعني اللي بيحصل قدامي ده كتير عليا، انا حاسس ان انا دماغي عملت ايرور، يعني في خطأ كده اللي هو 404 طلع في دماغي اول ما شفت الفيديو ده، وقلت مش ممكن اعديه كده من غير ما اجيبه واعرضه عليكم. فرجوا معايا، اتمنى ان حد من اهلنا، الناس اللي حضرت او اللي فاهم ده ايه، يطلع يقول لي ده ايه، انا مش فاهم ومستغرب ومش لاقي كلام اقوله. انا اول مرة ابقى عاجز ان انا اقول كلام او اوصف مشهد بيحصل قدامي. في ناس كبيرة، يعني لو في عيال صغيرة نقول عيال بتهزر، لكن في ناس كبيرة في عمم موجودة يا ناس. انا لنا الله اخر كلامي، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.